مفاجأة غير متوقعة قام بها المنتخب السعودي لكرة القدم، حيث حقق فوزاً غالياً على المنتخب الأرجنتيني المرشح لحظ اللقب في بطولة كأس العالم المقامة في قطر. فكيف كان رد فعل الأمير محمد بن سلمان على هذا الانتصار؟ قبل المواجهة بين المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله المنتخب قبل انطلاق كأس العالم في قطر. وخلال اللقاء طالب الأمير محمد بن سلمان لاعبي منتخب السعودي لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالاستمتاع بالمباريات وأن يلعبوا دون ضغوطات نفسية. وأضاف ولي العهد: ما هو متوقع فوز أو تعادل، نريد منكم أن تلعبوا لعبكم المريح وإن شاء الله القادم أفضل. أنا ما أريد أحد يكون تحت ضغط نفسي يؤثر على أدائكم الطبيعي. ويبدو أن كلمات الأمير محمد بن سلمان أثرت على اللاعبين بشكل كبير وعلى الجهاز الفني، حيث حققوا هذا الانتصار على منتخب التانجو. وقال التقارير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالمنتخب السعودي بعد الفوز، ووعد بتقديم مكافآت كبيرة للفريق في حالة صعودهم للدور 16. وقالت التقارير إن مكالمة الأمير محمد بن سلمان كان لها وقع كبير على نفوس لاعبي المنتخب والجهاز الفني. وبعد المباراة نشر الأمير سعود بن سلمان على حسابه الرسمي على الانستغرام مقاطع فيديو وصورة لفرحة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين. وعلى حسابه بتويتر غرد الأمير سعود بن سلمان مهنئاً: ألف مبروك مولاي خادم الحرمين الشريفين، ألف مبروك سمو سيدي ولي العهد حفظهم الله، ألف مبروك للوطن. وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء على استاد لوسيل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022. وقلب منتخب السعودية تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين، حيث تقدم التانجو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 10 قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل الأخضر في الدقيقة 48. وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53. وغادر سلمان الفرج لاعب منتخب السعودية لقاء الأرجنتين بسبب الإصابة، حيث سقط أرضاً لعدم قدرته على استكمال المباراة في الدقيقة 46، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد لإخراجه ونزول نواف العابد. وحرصت جماهير السعودية على توجيه التحية إلى الفرج بعدما غادر الملعب باكيا. وأضاف المنتخب السعودي أول 3 نقاط إلى رصيده ببطولة كأس العالم 2022 وحقق أول فوز للمنتخبات العربية في المونديال القطري.